مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالإعداد والتقديم الدكتورة نورة محمد علي، طبيبة اختصاص. خلال برنامجنا نستقبل أسئلتكم، مقترحاتكم، مناشداتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. راح يكون برنامجنا هو نافذة لكم لتوصيل صوتكم لوزارة الصحة. خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى. اليوم معنا بالاستوديو الدكتور احمد عدنان الطباطبائي، مدير قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في وزاره الصحه. اهلا ومرحبا بكم دكتور اليوم ويانا. اهلا وسهلا دكتور نور، شكرا للدعوه. اهلا ومرحبا دكتور. بدايه نحب اليوم نعرف متابعنا عن قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في وزاره الصحه. ما هو هذا القسم؟ ما هي شعب هذا القسم؟ وما هي الخدمات المقدمه في هذا القسم؟ تفضل. قسم الإخلاء والاستقدام الطبي او قسم الاستقدام والاخلاء الطبي في وزاره الصحه هو احد اقسام التابعه على مكتب الوزير. نعم. يعنى بالحالات المعقدة التي لا يمكن علاجها داخل البلد باختصاصات معينة. يقدم خدمات إلى شريحة واسعة على مختلف الأعمار من الولادة ولغاية الكهولة. أساس عمل القسم هو بتقييم بعض الحالات التي ممكن علاجها خارج العراق أو داخل العراق عن طريق فرق طبية مستخدمة. بالأساس والهدف الأساسي من بالعمليات التي ممكن أن تنجز والتي تقيم، بمعنى أي العمليات التي ممكن الأمراض التي تنجز بعملية واحدة أو بعملية قابلة للتقييم. نعم. انطلق هذا القسم سنة 2007، قر البرنامج، هو برنامج كان برنامج الإخلاء والاستقدام الطبي، وتبلور في سنة 2012 وبلش بالتكامل لغاية اليوم هذا. تناوب على الكثير من المدراء والأخوة الزملاء الأطباء. لكل أحد كان له بصمة خاصة في هذا القسم، في هذا العمل، لحد ما نشوفه اليوم بهذه الصورة وهذه الكيفية. نعم. ماذا نعني بمعنى الاستقدام الطبي؟ ماذا تعني هذا المصطلح اليوم؟ خلينا نعرف متابعين على هذا المصطلح. طبعا الاستقدام الطبي هو برنامج من أجمل برامج العالمية، هل أسميها بالصحة. نعم. كل دولة موجود برنامج الاستقدام الطبي. اليوم في أي دولة مهما كان برنامج الصحي متكامل وجيد، هي تهتم بالاستقدام الطبي. نعم. استقدام معناه أنه استخدام كوادر أجنبية خارجية للعمل داخل البلد في مؤسسات البلد. نعم. الحكومية. الهدف منه مشاركة الخبرات، إعداد تلاقح بين خبرات البلد الموجودة والخبرات الخارجية. نعم. إضافة إلى تطوير الكوادر الموجودة، إضافة إلى تطوير الصالات. اليوم إحنا كل بلد إلى فد نظام عمل. نعم. إلى فد آلية تعامل صحية موجودة ومبنية لكل بلد خاصة به. لذلك من تشارك مع البلد ممكن راح الفريق اللي يجي راح يضيف لك بعض اللمسات اللي أنت ممكن اليوم غايبة عنك. أتفق أنه كلها إحنا بستندر عالمي إذا نشتغل به. نعم. لكن من يجي الطبيب، كل طبيب إلى مهارته، إلى خبرته، إلى مستوى عمله، ممكن عمل في أكثر من دولة، في أكثر من مشفى، يضيف لك لمسة، يضيف. نعم. لك إنه خبرة، يضيف لك تجربة. مهارة معينة، تجربة معينة. نفس الوقت أنت تبرز المهارات الخاصة بكادرك. اليوم أنت كادرك من تعطيه مجال إنه يشتغل أمام كادر أجنبي، راح تكون هذه مرآة إلى المهارة اللي خاصة به، مرآة إلى الايد اللي يشتغل بها، ايش قد ما تكون انه جيده، ايش قد ما تكون منتجه، ايش قد ما تكون انه التعامل مع الطبيب، وعلى مستوى كبير وليس فقط على مستوى الخبرات. ممكن اليوم نسولف على الصالات العمليات، نسولف على الردات، نسولف الى انه ابراز بلد. اليوم انا من يجيني زائر يشوف بلدي يطلع، راح يطلع يسولف بما راى في هذا البلد، شلون شاف البلد، شلون شاف الامكانيات، شلون شاف الموجودات، انطباعه. لا، لانه اكيد هو ما راح يجي بس يشتغل، راح يجي يعيش في دوله. نعم. فهو بالتالي مراه للنظام الصحي للبلد والبلد نفسه. نعم. خلينا الان دكتور نتعرف على مصطلح الاخلاء الطبي. ما هو الاخلاء الطبي؟ الاخلاء الطبي هو ارسال المريض خارج العراق لغرض العلاج، او خارج البلد لغرض العلاج. الإخلاء الطبي هو مشتق من ريفرال، طبعاً مو بإيفاكويشن بالأساس. ريفرال معناه إحالة، إحالة المريض للخارج. هذا شو وقت يتحقق؟ يتحقق بعد ما أنه أنت اليوم بنظامك الصحي أو بالآليات الصحية الموجودة وصلت إلى ما نقول عجز، لكنه ما ممكن أنه بهاي الإمكانات تقدم الخدمة المطلوبة. نعم. لذلك تطمح إلى أنه رؤية الخدمة خارج العراق. هسه ممكن الخدمة مو أحسن من الخدمة الموجودة بالعراق. نعم. لكن هي على مستوى العمل، على مستوى أنه الخبرة مالتهم، على مستوى التاريخ اللي يشتغلوا مثل هذه العملية أفضل. فلذلك أنا ممكن أشاركهم بهذه الخبرة.
دكتور، هل توجد شعب نظيرة لقسم الاستقدام والإخلاء الطبي في وزارة الصحة في دوائر الصحة في المحافظات؟ شعب نظيرة بالاسم لا توجد، لكن من شهر الخامس سعينا إلى فتح قنوات مع دوائر الصحة، باعتبار أنه إحنا قسم تابعين مكتب الوزير، مكتب الوزير يقابل مكتب مدير عام. نعم. فإحنا ضفنا في قناة خاصة سميناها قناة التنسيق، اللي خلينا كادر يرتبط بالقسم في كل دائرة الصحة، مسؤوليته أنه جمع البيانات، متابعة المرضى اللي في المحافظات، باعتبار اليوم مو سهل المريض يروح ويرجع إلى بغداد لغرض المراجعة والمتابعة. بعض الأحيان نحتاج منه في معلومات إضافية، نحتاج في التواصل عن طريق دائرة، نحتاج على برامج الاستقدام، لأنه إحنا اليوم واحدة من أهم أهدافنا والتوسع الأفقي بالاستقدام، الخروج إلى في كل محافظة تحقيق استقدام. نعم. باعتبار جميع الأطباء الموجودين هم عندهم طموح، عندهم إمكانيات يجب أظهارها. نعم. ففتحنا قنوات خاصة عن طريق منسقين، أطباء منسقين وإداريين منسقين اللي هم يرتبطون بالقسم، كل من يرتبط ب الدرجة المقابلة، مثل طبيب مع إدارة القسم، الإداري مع مكتب القسم، لأغراض التنسيق لأغراض المتابعة. دكتور، أيضا حب نتعرف على الفئات المشمولة بخدمات سواء الإخلاء الطبي أو الاستقدام، وما هي الأعمار التي أيضا تشمل بهذه الخدمات؟ صراحة أنا أسلفت الإخلاء والاستقدام الطبي يشمل جميع الأعمار من الولادة، ممكن من الولادة وانتهاء بالكهولة. لكن أكو نقطة مهمة لازم توضح في برنامج الإخلاء. برنامج الإخلاء هو برنامج يجب أن يكون منقذ للحياة، يجب أن يكون بعملية قابلة للتقييم، لأنه أنا شلون أعرف أن الدزيت تعالج لو ما تعالج. يجب أن يكون يحقق هدفه بأقصر المدة، لأنه أنا ما ممكن أنه أنا أبقي كادر أجنبي فترة طويلة بالعراق، ولا هم ممكن أنه أنا أخلي المريض في دولة غريبة في فترة طويلة. لكن يجب أن ينجز عمله بميزانية محددة. طبعاً باعتبار إحنا اليوم أيضاً نتعامل في ميزانيات، هي ما نقول إنه مالية، لكن هي قصنا ميزانية حتى تحقق هدفها، ما تكون إنه مفتوحة بعدين يكون إسهاب بالتعامل مع المريض. ولكافة الأعمال الاختصاصات بصورة أساسية، طبعاً الاختصاصات اللي ما موجودة بالعراق، مثلا جراحة قلب الأطفال، هي مو ما موجودة، هي موجودة بالعراق لكن الآن ما متكاملة بالشكل اللي توصل للطب. طبعا يعني من الواجب أنه أشيد بالأطباء العراقيين. يمكن إحنا قبل فترة قريبة كنا نشتغل عمليات الأطفال تقسم إلى 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، والآن انضافت 8، كنا نشتغل من 1 لحد 3، اليوم إحنا بالعراق كنا نشتغل لحد 6. معناه أكو تطور، أكو حركة، فهذا كله بجهد الأطباء والأخوة العراقيين. بس نقول نقطة 7، نقطة 8، الدرجة 7 أو 8 تحتاج إلى خارج العراق. ليش؟ لأنه تحتاج فد عناية متكاملة. اليوم نحكي بمنظومة، ما نحكي عن أشخاص. نعم. المنظومة يجب أن تكون متكاملة، نطمح من خلال مشاركة الخبرات أنه نوصل إلى هذه المنظومة، وقريبا وصلنا، والدليل على أنه أغلب الآن الاستقدام اللي عندنا دا يحقق نسبة نجاح 100%، زيارات الاستقدام تحقق نجاح 100%. نعم. وهذا دليل على أنه إحنا كادرنا بلش أنه يوصل ياخذ من الكادر المستقدم والخبرات الخاصة بهم، ياخذ منهم المهارة بالتعامل وكيفية الحفاظ على المريض، فتطلع بهذه النتيجة إن شاء الله. كل التوفيق دائما إن شاء الله لكم. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. أهلا بكم متابعينا مرة أخرى، نكمل كلامنا مع الدكتور أحمد عدنان الطباطبائي مدير قسم الاستقدام والإخلاء الطبي في وزارة الصحة. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. دكتور، حاب نتعرف على آلية اختيار المؤسسات التي يتم إخلاء المرضى خارج العراق، كيف يتم اختيار هذه المستشفيات وكيف يتم اختيار هذه الدول؟ صراحة احنا منفتحين على كل الدول. نعم. لكن آلية الاختيار تتبع على ضوابط ومعايير موجودة في وزارة الصحة. نعم. معممة على كافة الدول. نظامنا بالإخلاء الطبي نظام الأساس له أنه حفظ الاحترام للمواطن العراقي وتقديم أفضل الخدمات. نعم. لذلك احنا من نطرح على الكل ونقول لهم اللي ممكن يتحمل ويجاري هذه الشروط احنا نرحب به. اللي يجي يقدم المؤسسة الصحية أو المؤسسة العلمية، وآت المؤسسات اليوم تقدم عندنا. نعم. لكن احنا نسوي في التقييم لها على مستوى أنه احنا شنو العمليات اللي نحتاجها. نعم. ايش قد كانت هذه العمليات ناجحة، أطباءها ايش قد المستوى خلينا نسميه المستوى العلمي الخاص بهم. نعم. ندرس السيفيات الخاصة بهم. نعم. نتابع المستشفى، نسوي زيارات ميدانية 1، 2، 3، نشوف الإمكانيات البيئة. نعم.
ايش قد متعامله مع المواطن العراقي، ايش قد عندها استعداد انه تجي تشتغل داخل العراق ببرنامج الاستخدام. نعم. نخلي كل هذه المعايير تدرس، مرات تطولها، مرات حتى 6 شهور توصل. نعم. فنختار المستشفى اللي تتوالم مع هذه الضوابط. مثل ما قلت لكم احنا اليوم العالم كله مفتوح عندنا، لكن احنا اكو بعض الضوابط اللي هي خارج النظام الصحي. مثلا اذا اريد نسولف في اوروبا، اوروبا عندنا مشكله اليوم بالفيزا، عندنا مشكله باللغه، عندنا مشكله بالاكل والرقود والبقاء والمعايير. لان الدول عندها انه في التقييم خاص بها للمعايير، خلينا نسميها الهجره والفيزا، فما ممكن انه نكسرها. فلذلك انا ما ممكن اضحي بمريض عراقي هناك. نعم. مثلا لو فرض لو مريض خرصت فيستا يرحلوا على الحدود، زين هو اذا خرصت فيستا مثلا هو ما متعالج، هو مريض بحاله خطيره. نعم. فلذلك انا كل ان اخليه نصب العين قبل لا انه ادخل بتعاقد مع المستشفيات. نعم. بعد ما تمر في هذه السلسله يتم اختيار المستشفى، يتم الجلوس ويا الاداره الخاصه بها ويا الاطباء، طبيب مقابل طبيب، بحيث احنا الوفود اللي تروح تقيم المستشفيات لا تقل عن 20-25 نفر. نعم. بها اطباء اختصاص، بها كوادر اداريه، بها كوادر فنيه تقيم المستشفى، بها كوادر قانونيه تدرس الامور القانونيه للمستشفى حتى تعرف انه هاي المستشفى بتاريخها كانت منصفه مع مرضاها، كانت تتعامل بشكل يليق بها. فبعدها يكون الاختيار. بعد ما نختارهم سوينا سميناه انه مثلث الاساس بالتعامل، اللي هو الاساس مالته الاحترام. احنا اليوم المريض العراقي هو هدف كل شيء، واحترامه هو فوق كل شيء، يجب ان يكون محترم مقدر بخدمه تليق به. وواحد الاضلع اللي هو ضلع الخدمه اللي احنا نطمح له، والضلع الثاني هو ضلع الاستفاده، باعتبار اغلب هاي المستشفيات هي مستشفيات راح تكون اهليه مو حكوميه. يعني طموحها انه تستفاد من هذا البرنامج، لذلك احنا يجب ان نكون منصفين ايضا وياهم بهذه القضيه. يجب ان مثل ما احنا نريد منهم يجب احنا نكون يعني نتعامل وياهم بشكل انه ياخذون استحقاقهم. مثل ما يقدمون. فبهذه الطريقة يكون اختيار المستشفى. ونتخذ بعدين الإجراءات بعد ما نتوقع العقد وياها. نبلش طبعا أول ما نبلش بإجراءات نسميها حالات اللي لا كلش معقدة ولا كلش بسيطة كمعيار. لهم اللي يقدم استخدام أيضا يكون أفضل، لأنه باعتبار إحنا الاستخدام راح يشوف الطبيب يشتغل هنا بيئتنا. نعم بالضبط. فعندنا كادر يشاركة، عندنا ناس توصلنا الأخبار 100%. تحت أنظارنا. بالضبط تحت أنظارنا. فنشتغل وياهم بعدين على المستوى. طبعا اكو مستشفيات الحمد لله كانت يعني خدمتها جيده وانطت نتائج يعني فوق المتوقع. نعم. اكو مستشفيات ما اقول تلكعت، لكن هي مثلا من اشتغلت ما عرفت نظام التعامل اللي بيننا وبينهم. نعم. كان عندهم شويه فتفتور، لكن الحمد لله احنا يعني المستشفى اللي نشوف اكو فتفتور منها او نوقفه مباشره. نعم. ونغيره باعتبار خيارات اليوم مطروحه. احنا اليوم نسولف في دوله. الدولة لديها كافة الخيارات. نعم. أتعامل مع الشخص اللي أنا أكون مرتاح وياه، ما ملزم. نعم. بأي شيء. نعم. باتجاه أنه أي جهة، باعتبار مثل ما أسلفت أنه المواطن العراقي والخدمة هو الأساس لهذا البرنامج. نعم. دكتور، ما هي أمثلة على الدول اللي يتم تعامل معها حاليا لإخلاء الحالات المرضية؟ طبعا إحنا بالأساس عندنا اليوم الهند وتركيا. نعم. باعتبار أنه الهند واحدة من الدول اللي هي تعتبر أحد الواجهات العالمية للإخلاء، متقدمة في مجال الطب. وتركيا كذلك واحدة من الوجهات المتقدمة للإخلاء. طبعا عندنا بالأردن أيضا، عندنا في مصر أيضا، فتحنا الآن بعض المفاوضات في دول أوروبية، نطمح في دول آسيوية بهالخصوص، خصوصا إحنا ندور على العمليات النوعية. نعم. العلم مثل ما تعرفين دكتورة متجدد. بالضبط. يعني ما يوقف على مرحلة واحدة. نعم. واحد واثنين ويصعد، وسنة عن سنة تلقين انه عمليات جديدة، طرق. نعم. عمليات جديدة ممكن هي نفس العملية لكن بطريقة أخف. نعم. بانه تخفف من الرقود. احنا نتابع كل هذا. نعم. يعني من تكون اكو في الدولة تتطور رأسا نطمح نراسلها، نحكي ويا الطبيب الخاص. نعم. طبعا دائما انه نطرح له انه تعال العراق سويها قبل لا نقولها، ما تقول امكانيات نقول لا احنا عندنا ممكن نوفر لك كل الامكانيات اللي تحتاجها. نعم. او على الاقل بس تعال شوف. شوف الناس، ممكن احنا بس نخلي القاعده الاساس الان ان شاء الله بالمستقبل يتحقق، لابد يتحقق. الاحلام دائما تجي بالطموحات. نعم اكيد دكتور. ما هي آلية تقديم المواطنين للاخلاء الطبي من البداية وحتى سفر المريض؟ المواطن طبعا تنطلق هي من المستشفيات الحكومية العراقية. نعم. مثل ما نعرف أي مريض اليوم أول خطوة يسويها يروح على طبيب، يراجع طبيب أو مستشفى. فهنا المستشفى راح تكون عندها إجراءات طبية تقرر أنه مثل هذه الحالة تحتاج إلى أخلاء خارج القطر، أو تحتاج أنه ما تقول تحتاج، تقول أنه هذه خارج إمكانياتي. نعم.
من تقول انه انا خارج امكانياتي راحت حيله الى لجان، اللجان نوعا ما اوسع واشمل من الطبيب. ليش صار هذه اللجان؟ خلينا نوضح اليوم، هذه اللجان سواء في دوائر الصحه في المحافظات ام في بغداد، لجان موحده اسمها لجان الاخلاء والاستخدام الطبي. نعم. في وزارة الصحه العراقيه. نعم. تابعه على قسم الاخلاء والاستخدام الطبي. نعم. ليش هاي اللجان مو بس تقرر الحاله انه سافر او ما سافر؟ لا، هاي اللجان عندها دراسات كامله عن ما يعمله الاطباء العراقيين، الدول اللي تعمل. نعم. الدول اللي تشتغل مثل هذه الحالات. نعم. نسب النجاح مثل هذه الحالة وين بأكثر من مكان. نعم. وهذه الحالة قابلة للتقييم أو ما قابلة للتقييم. فلذلك هذه اللجان من تلتقي بالمريض وتطلب منه تقاريره. نعم. الهدف من أنه تعد دراسة شاملة وليس أنه بس تقرر تقول إيه سافر أو ما يسافر. نعم. بناء دراسة علمية وفنية يقول هذا المريض ممكن أن يسافر أو ممكن ما يسافر أو ما يستفاد من السفر. بعض المرضى أصلا ما يستفادون باعتبار أنه هنا او غير مكان هو راح ياخذ نفس الخدمه او ماكو علاج ممكن نفس الخدمه. لذلك مو من المعقول او مو من يعني الواقع انه انا اجي اسفر مريض الى دوله وامله واخليه في دوله يفتر ويروح وبعدين يقول ما لك علاج، راح يضطر يرجع للعراق ويرجع متاذي صراحه. فبعد ما تقرر اللجان ايضا راح تقرر انه هذا ممكن يتعالج بالاستخدام او يتعالج بالاخلاء، لانه مثل ما قلت لكم هي عندها خبره انه وين علاج مثل هذه الحاله. نعم. إذا كان على الإخلاء يحال إلى شعبة الإخلاء، الاستخدام إلى شعبة الاستخدام وينظم ضمن وجبات. بعدها راح يكون أنه مخاطبة المستشفيات، نعرض الحالة، ننطي مجال المستشفى تدرس الحالة، تعد لنا خطة علاجية ترسلها لنا، نرجع الخطة العلاجية أيضا للجنة. طبعا هذه إجراءات بالكلام طويلة لكن هي بالفعل سريعة لأنه كل إجراءات إلكترونية ما بها إجراءات يعني مثل ما نقول كتابنا وكتابكم والتليفونات، ممكن أغلبها تنحل بالتليفون والإيميل. قرر نقول يا هذه أحسن خطة علاجية اليوم بفلان مستشفى فلان دولة، وبناء على مثل هذه الحالة في هذه المستشفى مثلا وصلنا نسبة نجاح 95-99% مثلا. فإذا الأنسب هنا يكون يروح المريض. نعم. نبلغ المريض يا بجيب لنا جوازاتك وإحنا راح نبلش معامل سفرك. نعم. طبعا مو كل الإجراءات هي تكون داخل قسم الإغلاء، أكو بعض الإجراءات تعتمد على الدوائر الإدارية القانونية باعتبار هذا تعرفون يعني اجراء انه انت تسفر شخص خارج بلده لغرض العلاج. نعم. معرض لكل شيء، معرض للانتكاس، معرض للوفاه، معرض لحادث بالشارع مثلا. فانت لازم تحميه قانونيا وكذلك تحميه اداريا. نعم. وتخصص يكون تخصيص مالي للحاله وعلى اساس انه يعالج ويرجع بعدين البلد بعد ما يستكمل العلاج الخاص به. نعم. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. دكتور نكمل حديثنا حول موضوع الاستخدام والاخلاء الطبي، ما هي المدة الزمنية للإجراءات اللي تكلمت عليها حضرتك قبل قليل؟ شقد تحتاج هذه المعاملة وقت من الزمن وخصوصا هم مرضى حالات مستعصية ويحتاجون إلى سفر بوقت سريع؟ طبعا هي احنا كسقف ثابت ما عندنا. نعم. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا بداية الحديث انه احنا نعتمد مرات على الخطة الأشمل، هي مو الفكرة انه بالسرعة لكن الفكرة انه توصل إلى علاجه. نعم. نعم نقدر انه بعض الحالات خطرة، عندنا بعض الحالات اصلا يعني يمكن قبل اسبوعين طفل الشخص صباحا. نعم. انعرض لجنه ظهرا عمليته كانت العصر على فريق مستخدم باعتبار الاستخدام اسهل من الاخلاء. نعم اكيد بالاجراءات تعتمد كلها علي. فانا بالاستخدام اقدر اسرع الاجراءات قدر ما أكيد مستطاع. نعم. وعلى وجود الفرق اللي موجوده اليوم عندي بالساحه العراقيه. يم قسم الاخلاء عامه من نحاول قدر الامكان الامور الفنيه نسرعها، ليش؟ عشان ندري هذه قضايا من صحة المريض. نعم. فلذلك ممكن تأخذ بين 3 أيام إلى أسبوع. نعم. في أقصى الظروف وخصوصا الموضوع يحتاج إلى فيزا وتذكر. لا هذه أنا أحكي قرارات الفنية قرارات اللجنة. نعم. بعدها ما يتحول لأنه إحنا الفيزا ما ينطوه هذا ما عند الأمر أكيد. الوزاري. نعم. ما ينطوه هذا ما مستكمل الإجراءات الإدارية بالكفالة باعتبار مثل ما قلنا. نعم. هذا مسافر على بلد ثاني، هي مشكلة من السفارة طبعا مو من يمنا. نعم. فهذه هم تتبع الإجراءات، صحيح مرات تأخذ إجراءات طويلة بالأمور الإدارية لكن احنا صراحة فوقهم ليش؟ احنا صراحة نقدر عملهم، نقدر شغل الأخوة الإدارية يعني عندهم التزامات كثيرة وموجود. نعم. طبعا اكو خط خاص هو للمرضى باعتبار حتى ما نشركهم ويا الباقين. نعم. لكن هو هذا بعد إجراءات إدارية مثل ما يسموها معروفة بكل العالم. نعم. في أسوأ الظروف ما تتجاوز الشهر إلى شهر ونص، في أحسن الظروف ممكن في 5 أيام يسافر المريض أو أسبوع يسافر المريض. نعم. في الاستخدام ممكن نحلها في يوم أو يومين صراحة باعتبار إجراءاتها تكون هواي أسهل نعم. وفي متناول يد طبعا القسم.
نطمح انه تكون كل ما تكون اسرع، كل ما تكون الكترونيه كل ما اسرع. نعم. لكن المتوفر بهذا الشكل اليوم، وقدر الامكان احنا نحاول نصنف الحالات ايضا، ما نتعامل وياها بكل يعني مثل ما نسوي بجدول زمني خاص بالاسبقيه، لا، يكون الاسبقيه حسب تقدير الحاله وانه الحاله ايش قد تحتاج، انه دعم سريع تحتاج الى انه خلينا نسميها اسبقيه عاليه، اسبقيه متوسطه، حتى نقدر ناخذ اجراء بالحاله الخطيره اكثر من الاجراء اللي ممكن انه تصبر او تتحمل. نعم. دكتور، نحب نتعرف على عدد المستفيدين من خدمات الاستقدام خلال السنه الماضيه، ايش قد تقريبا كان عدد المستفيدين؟ السنه الماضيه كان في الاستقدام، نعم، كان ما يقارب 2900. نعم. رقم ماذا كانت الحالات؟ اغلب الحالات اغلبها هي طبعا جراحه قلب الاطفال. نعم. تجيها بالدرجه الثانيه هي حالات انحراف العمود الفقري. بالدرجه الثالثه هي زراعه القرنيات. نعم. وتتوالى بعدها انه حالات الجنون العصبيه، حالات الجراحه البوليه، وتتدرج في بعض الحالات. بس هي في الاساس صراحه هي جراحه القلب الاطفال هي بالمرتبه يعني الاولى، المرتبه الاولى في التعامل. نعم. باعتبار ذولا ممكن تنقذهم، وبالاستخدام اصلا تكون قريب منهم. نعم. اعمارهم دائما تكون صغيره، وقت ما عندهم هواي للاجراءات الطبيه. ما هو عدد الفرق المستقدمه خلال هذه السنه اللي مضت تقريبا؟ السنه اللي فاتت بالرقم المضبوط تقريبا كان 100 وشويه فريق، يعني بالرقم. نعم. الدقيق ما عندنا، لكن هالسنه احنا لحد اليوم شهر العاشر وصلنا ما يقارب 130 فريق. 130 فريق كذا في هذه السنه 2023. نعم. شهر العاشر وصلنا 130 فريق مستخدم على مختلف المجال. طبعا موجوده يعني احنا بس اليوم عندنا اربع افرقه موجوده لجراحه القلب، فريق للكسور. نعم. نطمح انه دائما نفتح اكثر من مجال باكثر من مكان، اولا. نعم. حتى نكون قريبين من المرضى، وثانيا حتى يكون سرعه الاجراء مالتنا. نعم. يعني ما نعتمد انه هذا يخلص يلا يجي الثاني، لا، خليه حتى يكون سريع اجراء، نعرف احنا حتى الفرق الطبيه المستقبل هم عندها طاقه. نعم. اكيد. وعندها قدره تشتغل بها. فلذلك انا يعني انطيها المجال انه تشتغل باريحيه وتقدم الخدمه المناسبه. نعم. يعني تقريبا ما مده بقاء هذه الفرق، وما هي المستشفيات التي تعمل فيها الان في العراق؟ صراحه كل المستشفيات نفرض عليهم اذا ما تحقق استخدام ما اشتغل وياها، لا، هذه واحد. نعم. اثنين، مدة بقاها تعتمد على مدة علاج المرضى. نعم. يعني لحد ما آخر مريض يطلع من المستشفى هم عالجوا، يا الله الفريق يلحق يسافر. نعم. ولا أنهم يقول أنا بس كمل، ممكن مرات يكمل عملياته مثل بأسبوع أو عشرة أيام. نعم. بس يبقى ثلاثة أشهر يتابع لآخر مريض يخرج من المستشفى. هاي معلومة جدا مهمة اليوم. بلي. لازم نأكد عليها. بلي. حتى المراجع أو المريض. بلي. يعرف انه حالته راح تكون متابعه من الفريق لاخر مريض، وحتى بعد ما يروح. احنا عندنا ويا كل فريق اجنبي يجي، عندنا فريق عراقي نسميه فريق ساند عراقي اللي يكون شريك وياه بالعمل. نعم. ويرتبطون البعض ببعض، فحتى متابعه الحاله بعد ما يسافر الفريق راح الفريق الطبي راح يكون على الفريق متابعة. الساند العراقي. نعم. فريق الساند العراقي يشتغل بشقين، يعني الشق الاول هو انه يوم اللي يشوف الحاله يتابعها، تقدمها ايش قد انه تعالجت، ايش قد انه وصلت مرحله يعني اكتسب الشفاء. والثاني في حاله اي طارئ لا سمح الله، حتى وعنده تواصل مباشر مع الفريق ينطيه خبر انه شنو الاجراءات، باعتبار هذا اثنينهم اطباء. نعم. حتى من يكون كلام بينهم، يكون لقاء بيناتهم، راح يكون انه هذا جدا سهل. لاتخاذ اجراء مناسب بالحاله. نعم. متابعينا الكرام، خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. نكمل حديثنا دكتور بعد أن شفنا هذا التقرير عن مستشفى الحسن المجتبى عليه السلام في كربلاء والفرق المستقدمة من الخارج لعلاج الأطفال خصوصا وأمراض القلب. ما هي الجنسيات التي تعاملتم معها كاستقدام طبي للعراق؟ صراحة الجنسيات الأساسية هي تركي والجانب الهندي. نعم. صراحة لأنه عندنا تعاقد مع مستشفياتهم، فكان انه اختارينا الاطباء الجيدين جدا من خلال الخبره. نعم. واستخدمناهم باعتبار احنا طبيب اللي نجيبه استخدام لازم يكون على اعلى مستوى. نعم. بدايه الحديث كان انه احنا الهدف منه هو حتى يطور، فاذا. نعم. ما يكون هو مستوى عالي ما عنده امكانيه التطوير. بعدها صارت انه اليات التعاقد المباشر مع بعض الاطباء، فدخلنا بعض الجنسيات، اكو طبيب امريكي عندنا وفد. نعم. ايطالي جاء اشتغل، عندنا وفد مصري ايضا كان موجود، باعتبار المصريين في مجال الاورام والقلب. نعم. من الناس المبدعين بالعالم فعلا كله. نعم. واضاف اكو جنسيات اوروبيه الان في خلينا نسميها بقائمه الانتظار، منها. نعم. اسبانيا. منها هنغاريا ايضا كان تفاوض وياهم، المانيا، جانب المملكه المتحده، كوبا ايضا.
نحاول قدر الامكان نختار النوعيات. اسلفت بدايه الحديث انه احنا دائما نتابع العالم حتى احنا ايضا نتطور وياه. نعم. نشوف وين وصلوا، شنو الامكانيات اللي عندهم، الطبيب ايش قد حقق عمليات. هذا كل اليوم مو خافي بوجود الانترنت وهاي الاليات. نعم. انت اليوم تدخل تباوع كلها. بعد ما انه تصير في المفاوضات بيناتهم تاخذ احصائيات حقيقيه تقتنع بيها فتستخدمها. لذلك الجنسيات الموجوده عندنا يعني يمكن أزم انه افضل الجنسيات، يعني افضل الجنسيات المعروفه عالميا بالانجازات. نعم. ابتداء من الاخوه العرب وصعودا الى الدول القريبه مثل تركيا والهند وصولا الى امريكا واوروبا. نتحدث دكتور عن كارثة الحمدانية وحريق الحمدانية، كيف كان دوركم في إخلاء الحالات المعقدة التي تعرضت للحريق خلال هذه الحادثة؟ صراحة أولا أقدم أسفي وتعازي للأخوة بالحمدانية لما حل بيهم. طبعا هاي كارثة عالمية. نعم. صراحة يعني الله يساعدهم على اللي عانوه. لكن هي باليوم الأول من يوم. نعم. الحادثة بتوجه معالي وزير الصحة ودوتي وزراء المنطقة كان تواصل باتخاذ اجراءات استباقيه لهذا العمل. نعم. باعتبار احنا الحروق ليس ضمن اختصاص الاخلاء. نعم. فاضطرينا الى انه احنا اصلا ننشئ ردهه حروق خاصه انه في دوله تركيا. تركيا. نعم. بهذه الردهه اللي سويناها على ستاندر عالي يعني يمكن اكو اجهزه كانت سنتين ثلاثه مخترعات ومقرات وجبناها. حتى نسابق هذا الوضع لانه قدرنا هذا الموضع اشبه بالكارثه. نعم. كان التعامل بنقلهم من مكان الحادث وبعضهم انه بعد ما اكتسبوا الاستقرار الى تركيا لغرض العلاج. نعم. اساس النقل كان باعتبار اغلب الحالات كانت حالات حرق، وحالات الحرق مو سهل انه تتعامل وياها. نعم. بنقل جوي او نقل بري او باي اليه من الاليات. نعم. لما فيه من خطوره التهاب، خطوره فقدان حياه. نعم. اختارينا الحالات اللي نسميها حرق مع. حرق مع إصابات باعتبار أغلبهم مع شديد الأسف كانت هناك حرق مع إصابات مثل الكسور نتيجة سقوط. نعم. الأبنية. نعم. مشاكل جهاز تنفس نتيجة الاستنشاق. نعم. كذلك حروق أنه تسمم، تعرفين هذه. نعم. القاعة بيها هواي من أثاث من مواد اللي تلتصق بالجسم يسوي تسمم. نعم. تتلف الكلى، تتلف. نعم. الدم، سبب تسمم بالدم. نعم. فذاك اختارينا الحالات اللي هي جدا معقده باعتبار انه مراكز الحروق في اربيل وفي دهوك وفي الموصل بالاساس ما قصرت صراحه. نعم. وقدمت خدمه مميزه. اختارينا تركيا لهواي اسباب، اولا لقرب المسافه باعتبار ان مثل هالحالات ما ممكن احمل هواي. نعم. بالطياره. نعم. سهوله التعامل الاداري بيننا وبينهم، لذلك كان دور القنصليه صراحه في اسطنبول وزاره الخارجيه وزاره الدفاع دور تشكر عليه لما قدمته من خدمه مميزه. استخدمنا طيران العسكري حتى نبتعد عن اجراءات المطار واجراءات الاستلام والانتظار. نعم. وغيرها، وما ممكن انه هذول تخليهم ويا ناس باعتبار احنا نخاف عليهم. يعني انا نفسي كنت معايش في تركيا لمده 25 يوم بقيت وياهم بالمتابعه. نعم. صراحه كنت اخاف ادخل على المريض لانه اخاف انقل له مايكروب واحنا بالضبط. بكل امانه انه يشفر. نوصل الى الشفاء. حتى الردهة اللي أخذناها هنا كانت ردهة خاصة بينا، عزلت وعينت بقطع دلالة أنه ردهة خاصة بجرح الحمدان مصابي الحمدانية. حمدانية. أنشأنا غرفة عمليات متكاملة داخل المستشفى. هذه غرفة عمليات أساساً تستقبل المريض من المطار، تعد تصنيف للحالة، شنو إمكانية نقدمها لها، شنو نحتاج، وبعدها راح يكون إجراءات العلاج الخاص بها تتخذ على فريق أيضاً مشخص من فريق أجنبي منهم مشخص بمشاركة فرق عراقية. كان هناك أطباء عراقيين بقوا معايشين، أخذنا. نعم. أطباء حروق، أطباء عناية مركزة. أولا تقييم الوضع احنا باعتبار أن الواحد ما ممكن أن يكون ملم بكل شيء، واثنين حتى يكون هم قريبين من المواطن العراقي باعتبار دائما هو يكون الأحن على ابن بلده. نعم. ما أقول الجماعة قصروا لا، بس أقول نوع من الاطمئنان، نوع من الجانب. أكيد. النفسي اللي حبينا نقدمه للأخوة يكون دعم نفسي الحمد لله وفقنا انه بانقاذ بعض الحالات، للاسف لم نوفق بعض الحالات اللي كانت على مستوى خطر جدا يعني ما كان انه مع الاسف يعني ممكن انه تنقذ الحياة، لكن الحمد لله يعني خلينا نقول اللي علينا سويناه. جهود مباركة صراحة. بالضبط، الجهود كانت استثنائية صراحة، اكو ناس حتى الليل ما كانت نامة. نعم. انت بتدخل في دوله تنشئ انه جهاز خاص بيك ومنطقه خاصه بيك تخليهم يشتغلون حتى في ايام عطلهم، احنا. نعم. ايام كان السبت والاحد ايضا يقومون بعمليات العمليات عمليات الترقيه. نعم. وغيرها وغيرها وغيرها. نعم. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل الاخير وراجعين وياكم.
أهلا بكم متابعينا. دكتور، وردنا سؤال من المواطن حسن محمد من بغداد، يقول عندي طفل عمره 5 سنوات يعاني من ضمور في الدماغ، هل ممكن علاجه خارج العراق؟ يعني مثل هالحالات احنا قلنا انه نعم. اكو بعض الحالات هي عالميا ما لها علاج. نعم. واحنا نستهدف العمليات اللي هي تنقذ المريض والعمليات اللي بها نتائج. نعم. لذلك المواطن العراقي له فد نوع من الكرامه، ما ممكن انه اخلي دول تجرب به، ممكن الان هسه لو يرجع هو يقول هسه انا خاطب مستشفى قالوا لي نسبه نجاح 99%. لكن هاي مو حقيقيه، هاي كلها نتائج مجرد انه يريد يجذبك لغرض اولا مادي باعتبار انه انت تشوفك سلعه له، ثاني لغرض تجربه. اليوم ذن عمليات ضمور الدماغ واصابات الحبل الشوكي، ممكن واحد يدخل على الجوجل ويقراهم، ما لهن علاج عالميا. ودي على انه ذن الدول ما تعالج مواطنيها، تعالج بس المواطنين الخارجيين. فمثل هالحالات انا انصح، بس ما اقول انه يخلوه يتفرجون عليه، لكن يلتزمون بالبروتوكولات الموجوده اللي هي مثل تحققت نتائج لحد الان واقرت عالميا. لكن اكو بعض البروتوكولات لا ما تعطي نتائج، فما ممكن انه انت تجي تجازف بحياه مواطن وتقول له اي تعال اسفرك، وتدري انه راح يرجع يمكن أسوأ من اول مو احسن من اول. فلذلك احنا قلنا كرامه المواطن هي فوق كل شيء. نعم. قبل الخدمه كرامته هي انه تشون تحافظ عليه بحياه كريمه، مو انه انت تدزه تقول انا قدمت له خدمه وترجع مثل على مستوى عاقه أسوأ، او سويت تداخل تقول يا ريتني خليتها قبله. نعم. ف يعني مثل هالحالات مع الاسف عالميا ما لها علاج، ما مقر لها علاج لا بالعراق ولا بالخارج باي مكان بالعالم. نعم. اكو بعض التجارب اي اجهزه زراعه خلايا جذعيه وغيرها وغيرها، لحد الان ماكو نتائج ملموسه. نعم. فلذلك ما انصح بها، لانه اعراضها الجانبيه ومضاعفاتها راح تكون اسوء. نعم. انت لا سمح الله بتزرع خليه وصارت عندك خليه سرطانيه، انت راح تعالج انه فوق ما المريض هو يعاني من مرض الاساسي، راح يعالج من السرطان وعلاج الكيميائي. نعم. هذا مو صراحه مو انصاف بالضبط. نعم. يعني اوصل المواطنين قدر الامكان يدققون قبل لا يسمعون. نعم. اليوم ترى الطبيب الخارجي مو طبيب مقدس، مو احسن من طبيبك. نعم. طبيبنا احنا دارس وواصل ويتابع ويواكب، ومن يحشي لك على مصداق بالحقيقه. نعم. لانه ما يشوفك انت قدامه سلعه، المقابل يشوفك سلعه، انت مواطن تروح هناك ما عالجك شنو الامكانيه اللي تعاند عليه؟ انت راح يكون انت مريضك يمهم. لو فرضنا لا سمح الله توفى وبقوا بالمستشفى، انت راح تتحسر على انه بس اخراج الجثه واخراج اعادتها. فعلا. فلذلك انا ما انصح بهذه الامور لا عن طريقنا ولا عن غير طريقنا. طبعا شكرا للمعلومات القيمه اللي قدمتها حضرتك اليوم خلال حلقتنا. شكرا جزيلا متابعينا الكرام، تقبلوا تحياتي انا دكتوره نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج، نلتقيكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى. الى اللقاء.